معنا كذلك من الأحساء مراسل الإخباري عبد الله الشهري. عبد الله أهلا بك معنا، كيف هي الاستعدادات وحالة التأهب كما ترصدها؟ نعم اهلا بك زميلي، اسعد الله اوقاتك بكل خير واوقات المشاهدين الكرام. نحن الان في الاحساء وبالتحديد مدينه الهفوف، فيما يخص الاجواء في الاحساء والمحافظات المجاوره حتى الان لا يوجد اي تغير طارئ في الحاله الجويه، فهي مستقره واعتياديه. نعم هناك تنبيهات من قبل الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ولكن الحالة إلى الآن مستقرة. تشير التنبيهات في الساعات القليلة القادمة بتغير الحالة من حالة الإعصار إلى الحالة المدارية بعد تجاوزها سلطنة عمان واليمن، والتوقعات تشير في الساعات القادمة إلى وصول الحالة في جنوب المنطقة الشرقية وبالتحديد في صحراء الربع الخالي. زميلي، في تصريح خاص للمديرية العامة للدفاع المدني بالمنطقة الشرقية ممثلة في المتحدث الرسمي للمديرية الرائد عبد الهادي الشهراني، ذكر أن المديرية قامت باجتماع مع لجان الدفاع المدني وتجهيز كافة التجهيزات وإطلاق التحذيرات فيما يخص الحالة القادمة. كما ذكر المتحدث الرسمي أن الحالة بإذن الله سوف تكون في حال وصولها سوف تكون خفيفة ولن تؤثر تأثير كبير على المنطقة، ولكن هناك استعدادات وتحذيرات وذلك تجنبا لأي أحداث قد تحدث. الدفاع المدني يصدر توجيهات بابتعاد عن المناطق التي قد تتجمع فيها الأمطار أو شدة الرياح، وذلك للمحافظة على حياة المواطنين والمقيمين، ولكن بإذن الله لن تكون هناك أي حالة خطرة. طيب كما ذكرت لك زميلي، لا يوجد أي طارئ أو تغير في الحالة حتى الآن، وجميع ما ينشر من خلال وسائل التواصل الاجتماعي من صور ومقاطع وأخبار فهي غير صحيحة، وجميع المناطق في المنطقة الشرقية حتى الآن الحالة مستقرة فيها حتى هذه الساعة. هذا جميع ما لدينا من هنا من الأحساء زميلي، في حال تطور الحالة سوف يتم التواصل معكم بإذن الله مباشرة. شكرا جزيلا لك، كنت معنا من الأحساء مراسل الإخبارية عبد الله الشهري، أشكرك.